السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس إسلام عبد النبي. إن شاء الله هنكمل مع بعض تحليل إنشائي internal structures، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن طريقة أسلوب deflection method أو طريقة الميل والترخيم. طبعا الأسلوب الديفليكشن كان عدى علينا قبل كده في كورس structure 2 ألف أو 2 A، وعرفنا يعني إيه deflection اللي هو الترخيم اللي بيحصل عندي، وعرفنا يعني أسلوب اللي هي زاوية الدوران أو الميل اللي بيحصل. طيب قبل ما نبدا في التفاصيل، السلوب ديفليكشن ميثود هي واحده من الطرق زي ما قلنا قبل كده. احنا بنصنف الطرق كلها مجموعتين، يعني مجموعه كده زي كونسيستنت انفورميشن اللي بحتاج فيها او تفكيري فيها ان انا اجيب الرياكشنز الاول، وبعد كده منها اقدر اجيب الانترنال فورسز مومنت والنورمال والشير. وفي طرق تانية عدت علينا في الفيديوهات اللي فاتت زي الثري مومنت ايكويشن، ان انا هنا ببص على كام نقطه فيها المومنت مجهول. بدايتي دايما تفكيري انا عندي كام نقطه فيها المومنت مجهول، وبناء عليها اقدر اجيب المومنت، ومنه لو عايز اجيب بعد كده ارجع اجيب الرياكشنز وارسم الشير والكلام ده، اعرف اعمل كده. فالاسلوب ديفليكشن من النوع التاني، هي برضه من الطرق اللي انت التارجت بتاعك في الاول ان انت عايز تجيب المومنت في النقط المجهول او في النقط اللي في مجهول فيها المومنت، هتحسب المومنت، وبعد ما تحسب المومنت تقدر بالراجع زي ما عملت في السيمومنت بالظبط ارجع اجيب الرياكشنز وارسم الشير او ارسم النوم او ارسم اي حاجه انا عايزها. طيب في شويه حاجات كده بيزكس هنحتاجها في الطريقه، مهم نبقى عارفينها يعني عندنا عليها كده الاول، وبعد كده ايه هنكمل الكلام ده في تفاصيل الطريقه. اول حاجه، في حاجه اسمها الفيكسد اند بوينت. ليه الفيكسد اند بوينت؟ ده لا. زي ما احنا شايفين كده ان انا لو جبت كبر كبر دي فيكسد فيكسد حطيت عليها اي لود، يعني وات ايفر، مثلا حمل موزع بقى حمل يعني مركز ايا كان بحمل ايه، وجيت حاسب المومنت على النهايات يعني الاطراف الفيكسد دي. المومنت اللي على النهايات ده بنسميه احنا الفيكسد اند مومنت، فيكسد اند عشان النهايات فيكسد سبورت، تمام. هنحتاجها في ايه؟ هنتكلم فيها كمان شويه. طيب طبعا الكلام ده بيبقى عباره عن قوانين محفوظه. القوانين دي جت منين؟ جت من ان انا حليت الكاميرا دي، يعني مثلا خدت كاميرا زي دي كاميرا فيكسد فيكسد عليها حمل موزع اسمه دبليو وطولها اسمه ال. طبعا ممكن احلها بالكونسيستنت انفورميشن، احلها بالسموث ايكويشن، احلها باي انترنال ستراكشرز، بس احلها بدلاله الدبليو ال بالرموز يعني. فطلع المومنت اللي هنا على الطرف ده دبليو ال سكوير على 12، والناحيه الثانيه برضو دبليو ال سكوير على كام؟ على 12، تمام. فدي في حاله ان الطرفين فيكسد فيكسد. طيب لو انا عندي يعني اوقات بيبقى هيبقى عندي حاجه اسمها فيكسد فيكسد، وحاجه بنسميها احنا فيكسد هنج، اللي هو في طرف ثاني سواء هنج او رولر، يعني ايا كان السبورت اللي على الطرف دي رولر او هنج نفس المعنى. في طرف تاني مومنت فيه صفر، يعني عند الهنج ضروري دي لو هي على الطرف هيبقى مومنت بكام؟ هيبقى مومنت بزيرو. فازاي اقدر اجيب دي من دي؟ الموضوع بسيط، يعني انا اقدر لو انا حافظ دي اقدر احسب دي منها. طيب نحسبه ازاي؟ اول حاجه انا عندي دلوقتي هنا الكاميرا دي الفيكس الطرف ده، المفروض لو هي خلينا نعملها كده على جنب عشان تبقى واضحه، لو دي فيكسد فيكسد عليه ايه اللي هيحصل؟ مش هي دبليو سكور على 12 زي لسه قايل من شويه اهو، بس بالماوس بقى فهي بكتب بالماوس دبليو ال سكوير على 12 برضو هنا وهنا. طيب ايه الفرق بين الفيكسد فيكسد دي والفيكسد هنجت؟ الفرق ان في مومنت هنا المفروض دبليو سكور على 12 انا عايز اخليه صفر. طيب عشان اصفر المومنت ده اعمل ايه؟ هيجي حاطط هنا عايز اخليه صفر، فهاجي ضايف هنا مومنت عكسه بنفس القيمه، يعني هنا هحط دبليو ال سكوير على 12. طبعا الدي الاحمر ده مع الازرق هيروحوا مع بعض، فكأن مومنت نبقى بكام؟ بقى بصفر. طيب الناحيه التانيه هتتاثر؟ اه هتتاثر. في نظريه وهنحتاجها برضو في الطريقه اللي جايه لمومنت ديستريبيوشن، حاجه اسمها الكاري اوفر مومنت. ايه الكاري اوفر مومنت؟ كلمة مومنت النظرية لها إثبات طبعا، بتقول إن أنت لو ضفت مومنت عند طرف من الأطراف الطرف التاني بيتأثر بنص القيمة دي. يعني أنا ضفت دبليو إل سكوير على 12 اللي هي بالأحمر دي، الطرف التاني اللي هو الناحية التانية اتأثر بنص القيمة، يعني كأنك خدت كده إيه نص القيمة دي اللي هي دبليو سكوير على 12 اضربها في نص تبقى كأنها دبليو إل سكوير على 24 وراحت الناحية التانية. يبقى الطرف التاني ده اللي هو الناحية التانية اتأثر بنص القيمة اللي أنت زودتها الناحية دي، اللي هو بنسميها إحنا الكاري اوفر مومنت. طيب في النهايه لما اجمع دبليو ال سكور على 12 زائد دبليو سكور على 24 تطلع القيمه النهائيه دي لما واحد بقى مقاماتها على 8 تطلع دبليو ال سكور على 8.
فانا اقدر من الفيكسد فيكسد اجيب الفيكسد هنج، او ببساطه اكون حافظ الفيكسد هنج. يعني برضو انت مش مطالب تقعد تثبتها كل شويه يعني، بس حته ان انت تصفر مومنت من الناحيه التانيه والكلام ده مهمه في الحالات دي، وهنحتاجها برضو ايه في المسائل واحنا بنحل، وهنحتاجها برضو في الطريقه الجايه اللي هي الايه مومنت ديستريبيوشن. تمام، فبرضو يبقى بس فاهمين انت تقدر تجيبها منين حته الفيكسد فيكسد، تحولها ازاي الفيكسد هنج. زي ما قلنا بتصفر الطرف التاني وتاخد نص مومنت توديه الناحيه التانيه يديك القيمه. طيب دي مثلا زي ما قلنا الحاله اللي هي الايه دبليو، لو حمل لو عندي حمل مركز حمل موزع على الكهرباء الكام. طيب الحاله الثانيه مثلا لو عندي هنا زي ما احنا شايفين كده كهرباء فيكسد فيكسد عليها حمل مركز اسمه بي، تاخد نص بالظبط يعني دي ال على 2 ودي ال على 2، يطلع ده بي ال على 8 بي ال على 8. طبعا انت مش هتقدر تثبتها بقى يعني، بس بشكل عام تبقى حافظ القيم بي ال على 8 وبي ال على 8. طيب من هنا لو انا لو حولت الفيكسد فيكسد فيكسد انجي طبعا مش هقعد بقى نثبتها، هتطلع دي 3 بي ال على 16، وطبعا الطرف التاني ده كام؟ بزيرو، سواء هنا رولر او هنجر دي مالهاش ايه؟ مالهاش مومنت تاني. طيب لو عندي فيكسد فيكسد وعليها حملين بي متساويين، يعني الحملين متساويين والمسافات دي ناخد بالنا عشان في طريق يعني في حاجة حالتين، حالة ان المسافات دي زي بعض لان كل ال على 3 فبتطلع دي 2 بي ال على 9، في حالة تانية ان المسافات دي تكون مختلفة. طبعا الحالات دي كلها يعني الدكتور محمد ما بيكترش قوي عشان ما تقعدش تحفظ قوانين كتير، هو بيكتفي باربع خمس حالات زي ما احنا شايفين كده، الحالات الاربع حالات الفيكس فيكس والفيكس ريج بتاعتها. لو جاب حاجه غير دول بيجيبها في الامتحان، وانت برضو يعني هتلاقي في مراجعه هتلاقي في اي ورقه هتلاقي كتير جدا باقي القوانين للحالات المختلفه من التحميل يعني، فدي مش حاجه يعني صعبه، اكتب على النت كده فيكس ان مومنت هيطلع لك كل القوانين الموجوده بمنتهى السهوله يعني. ففي الحاله اللي هي عندي حملين مركزين والمسافات دي ال على 3 وال على 3 وال على 3 بيطلع ده 2 بي ال على 9 وده 2 بي ال على 9. طيب لو بقت فيكسد هنجد هتبقى دي بي ال على 3. تمام، فدي برضو زي ما قلنا خدت نص الناحيه الثانيه وهكذا يطلع اوتوماتيك. طيب الحاله دي لو عندي حمل مركز بس مش في النص، يعني على مسافه ايه من هنا ومسافه من الناحيه الثانيه والطول كله اسمه ال، تطلع دي البي في المسافه القريبه اللي هي الايه، ما تبقي مومنت هنا المسافه القريبه منه اللي هي الايه، في البعيده تربيع اللي هي البي تربيع على الطول تربيع. تمام، والناحيه الثانيه العكس، البي اللي هي الحمل مضروبة في المسافة القريبة اللي هي البي في البعيدة تربيع اللي هي الاي تربيع على ال تربيع. طب لو عايز اجيب الفيكسد فيكس من فيكسد رينج، اه هي دي بقى اتعمل نفس اللي احنا عملناها، خدت نص ده كده يعني الناحية التانية زودت نفس المومنت ده وخدت نص الناحية التانية، عشان كده هتلاقي القيمة دي بي، يعني دي الأصلية هي. دي ما زالت زي ما هي، هي هنا دي هي دي، انما ايه اللي زاد هنا؟ البي بي في اي تربيع على ال تربيع خدت نص الناحية التانية، فبقيت 2 قسمت على 2 تحت ده عشان ضربته في نص وزودت ده على ده. وطبعا دي الحالة العامة بقى انك تاخد اي مومنت بأي شكل بقى، مش شرط يطلع قيمة موحدة زي كده يعني، ممكن أي قيمة خد نصها الناحية التانية هتحول الفيكسد فيكسد لإيه؟ لفيكسد رينج. طبعا في حالات تانية كتير، لو عندي عزم مركز، لو عندي عزم في النص، عندي عزم مش في النص، عندي أحمال مركزة بس مش فات متساوية، يعني كل الحالات المختلفة موجودة ولها قوانين تقدر تجيبها. طبعا السوبر بوزيشن مهم أوي يعني، أوقات برضو أجي مثلا أحط لك هنا كده حمل مركز فوق الحمل الموزع، يبقى انت هتحل ده هتجيب الحمل الموزع اللي بيسكن على 8 والحمل المركز في حاجه 3 بي ال على 16 وتجمعهم على بعض، يعني برضو حته السوبر بوزيشن مازالت متاحه وبنستخدمها عادي جدا. طبعا الفيكس ان مومنت ده هنحتاجه في الاسكوب ديفليكشن ميثود، وهنحتاجه كمان في مومنت ديستريبيوشن اللي هي الطريقه الجايه ان شاء الله. تمام، فيعني مهم قوي نبقى فاهمين اللي هي الفيكس ان مومنت وحافظين القوانين بتاعته وعارفينها، لان من غيره مش هنعرف نبدا المساله زي ما هنشوف يعني ايه بعد شويه. طيب الفكره بقى في الاسلوب ديفليكشن او القوانين بتاعتها بشكل عام، هو المومنت عند اي نقطه يعني دي هنقسمه كده لجزئين، الجزء الاولاني هو عزم هينتج على النقطه نتيجه الاحمال اللي موجوده عندها اللي موجود عليها، يعني الباكيه بتاعتها وهي متاثره باحمال قد ايه، فده في جزء من العزم هيجي من الاحمال، وفي جزء تاني هيجي نتيجه الحركات اللي بتحصل دوت ديفليكشن والاسلوب والكلام ده. فلما تجمع الجزء اللي بينتج نتيجة الأحمال مع الجزء اللي بينتج نتيجة الديفليكشن نتيجة السلوب والكلام ده يديك المومنت النهائي اللي على النقطة. تمام، فدي هي يعني الفكرة العامة للسلوب ديفليكشن. بس طبعا أنت مش مطالب بالإثبات، الإثبات في الكتاب دكتور محمد، لكن يعني بشكل عام أنا بوضح القصة فيها إيه. طيب تعالى نيجي نتكلم بقى في قوانين السلوب ديفليكشن ميثود، برضه زي ما اتكلمنا على إن أنا عندي لو باكية فيكسد فيكسد ازاي اجيب الفيكس انتو بتاعتها، في حاجه اسمها السلوب ديفليكشن ايكويشن اللي هي قدامي. لو انا عندي باكيه فيكسد فيكسد اللي هي مثلا هنا اي وهنا كي زي ما احنا شايفين كده، دي اسامي النقط والطول ده ال، ايه اللي بيحصل كحركات وكزوايا بقى والقصه بتحصل ازاي؟ انت لو حصل
دوران على النقطة دي، المهم كده ممكن هنا حصل هنا زاوية هنا زاوية، الزاوية اللي هنا على النقطة زاوية الدوران هنسميها سيتا اي، بنسميها نسبة للاي النقطة نفسها، والناحية التانية يبقى اسمها سيتا كي. طبعا ممكن اي وكي وي وبي وي وجمعي وبي، يعني مش فارقة بس تمام. فدي الزاوية اللي هنا والزاوية اللي هنا. كمان في زاوية تانية مهمة جدا، لما اوصل خط من النقطة دي بعد ما احصل لها ديفورميشن، النقطتين والطرفين، الطرف الباكي في الاول وفي الاخر، في حاجة اسمها الابساي. الابساي دي زاوية دوران المنبر كله على بعضه، يعني انا هنا اجي اوصل الخط ده، الابساي دي زاوية الدوران من الضلع الاصلي للضلع بعد ما وصلت النقطتين دول لبعض، دي حاجة بنسميها احنا ابساي. طبعا الحركة اللي حصلت نفسها لو حصل ديفورميشن مثلا، النقطة اتحركت مكانها، المسافة بنسميها دلتا. تمام، دي شوية مسميات مهمة. في النهاية انا يهمني ايه؟ يهمني المومنت النهائي عند الاي كي والمومنت النهائي عند الام كي اي. ايه ام اي كي وام كي اي بقى؟ كل باكية من دول هيبقى فيها مومنت، اهو مومنت هنا ومومنت هنا. طيب الموجب بتاع المومنت ده، او هنتكلم كمان شويه في الاشارات بشكل عام، يعني الموجب بتاع الستوب ديفليكشن هو انك تمشي مع عقارب الساعه، يعني المومنت الموجب هو مع عقارب الساعه، عشان كده بنفرض المومنت على الطرف ده وعلى الطرف ده في الاتجاه الموجب اللي هو ماشي مع عقارب الساعه. تمام، طيب بنسمي المومنت ازاي؟ اول حاجه بنكتب ام اللي هو رمز مومنت. طيب النقطه دي اسمها ايه؟ اسمها اي، والباكيه نفسها اسمها كي، يبقى اي كي، يعني يبقى كده كاني بقول ده ام اي كي. ام اي عشان مومنت على نقطه اي نسبه للباكيه اي كي اللي هو موجود فيها المومنت. طيب الناحيه الثانيه هنعكسها، هنقول المومنت على نقطه مين؟ نقطه كي، بس ما زال نسبه لمين؟ للباكيه اللي هي فيها كي اي دي، فبقت ام كي اي. يبقى انا عندي على كل طرف عندي هيبقى فيه ام اي كي، او يعني طرف الشمال وطرف اليمين هيبقى فيه مومنت للنقطه دي ومومنت للنقطه دي. طيب المومنت زي ما قلنا او معادله الستوب ريفليكشن هتنتج نتيجه جزئين، الجزء الاولاني الاحمال، يعني انت لما تيجي تجيب ام اي كي ده، طبعا الكلام ده ليه اثبات، والاثبات انا بختصر على طول بخش في الموضوع، انما الاثبات موجود عندك في الكتاب. انا عايز اجيب ام اي كي ده، ام اي كي ده اول حاجه الجزء الناتج عن الاحمال اللي هو مين؟ ما احنا لسه شارحين من شويه، اللي هو الفيكسد اند مومنت، عشان كده هتلاقي مكتوب ام وفوق كده خالص مكتوب اف، اف اختصار فيكسد، يبقى ده الفيكسد اند مومنت ده اي كي، اللي هو الجزء الناتج عن الاحمال الموجوده زي ما هتشوف في المثال بالظبط. الجزء اللي بعد كده هو جزء ناتج عن الحركات اللي بتحصل والديفورميشن اللي بيحصل، هنا زائد 2 اي على ال، دي حاجه بنسميها احنا الستيفنس، طبعا انت هتسيبها زي كده، والستيفنس دي هتاخدوها ان شاء الله في الكمبيوتر ابلكيشن في تطبيقات الحاسب الالي في الترم اللي جاي او اللي بعده ان شاء الله. يعني الستيفنس مش هنتكلم فيها دلوقتي لانها يعني لها ترم كامل هتتكلم في الستيفنس بالتفصيل، انما انا يهمني تبقى عارف المعدل، فالقيمه دي هتبقى 2 اي اي على ال، طبعا الاي اللي هو معامل يانج، الاي اللي هي الانرشيا، والال اللي هو طول الممبر. في انت بتحسب عند مين؟ ام اي كي، يعني عند الزاويه اللي هي اي. تمام، فتبقى الزاويه اي دي واخده 2 في المعادله، يبقى 2 اي زائد السيتا اللي الناحيه الثانيه، الزاويه الروتيشن الناحيه الثانيه، اسلوب الناحيه الثانيه، هيبقى سيتا كي زائد 3 اف ساي دي ثابته. اف ساي زي ما قلنا زاويه دوران الممبر ككل، لما توصل ايه؟ زي ما شايفين كده، لما توصل النقطتين ببعض مع الوضع الاصلي الميل اللي حصل بنسميه ابساط. طيب ده كده ام اي كي. طب ام كي اي ايه اللي هيحصل؟ اولا الفيكسد تبقى في اي برضه 2 اي على ال زي ما هي، الفيكسد فيكس 2 اي على ال زي ما هي، بس بدل ما هي 2 سيتا اي تبقى 2 سيتا كي، اللي عندها المومنت، انت هنا المومنت دلوقتي عند كي، فانت هنا 2 سيتا كي زائد السيتا الناحيه الثانيه من جهه 2 اللي هي سيتا اي زائد 3 ابساي ثابته في الجزئين. فدي المعادله دي بنسميها سلوب ديفليكشن ايكويشن، ودي اللي على اساسها هنحل ان شاء الله المسائل بتاعتي، واقدر اجيب الاي رياكشنز والمومنت والنمبر شير، واقدر اعمل ايه تحليل انشائي كامل للديتيرمنت ستراكشر. طيب كلام جميل، ده في حاله انها فيكسد فيكسد. طب يا عم في حاله انها فيكسد انجن، احنا لسه شارحين برضه ان يعني في حاجه فيكسد فيكسد وهيبقى في حاجه اسمها فيكسد انجن. في حاله الفيكسد فيكسد فيكسد انجن هتبقى القيمه هتتغير شويه، هيبقى طبعا انا مش هيهمني الزاويه عند الكي، هو في زاويه يعني هنا في زاويه دوران عند الكي، بس ما تهمنيش في حاجه، انا هيهمني الزاويه دايما عند الطرف الفيكسد اللي هو هنا بالنسبه للتعويضه اللي احنا عاملينها دي اللي هي اي. طيب فام اي كي هتساوي ام فيكسد اي كي زائد، بدل ما كانت 2 اي على ال في الجزء اللي فوق هتبقى 3 اي على ال، وبدل ما كانت 2 سيتا عند النقطه هتبقى سيتا بس على نقطه اي اللي هي اللي عندي دي، وبدل ما كانت 3 اف ساي هتبقى اف ساي واحده. طب السيتا عند الكي هي مش بصفر، هي لها قيمه بس انا مش محتاجها، المعادله دي كده جنبتني ان انا احتاج الزاويه اللي عند الناحيه التانيه، يعني عند نقطه الهنج ده او الرولر بتبقى على الطرف. تمام، طبعا ام كي اي بديهي، لو انت عندك هنا مومنت هيبقى بكام؟ هيبقى بزيرو، عشان كده ام كي اي ملهاش اي لازمه عندي. تمام، فده المعادله بتاعت السلوب ديفليكشن ايكويشن لو انا بتعامل مع باكيه فيكسد فيكسد هنج. تمام، طيب كده انا عرفت يعني بشكل عام كده البيزكس بتاعت الطريقه، اللي هو الفيكس اللي هو انت هنحتاجه،
الاسلوب زي ما قلنا الاسلوب ديفرنشال ايكويشن. بعد كده هنخش في المسائل، هنفهم ازاي بنجمع الكلام ده وازاي اقدر احل المساله، وهتلاقوا ان شاء الله الموضوع يعني بسيط وهنمشي في الترتيب ده. طبعا قبل بس ما انقل هنلاحظ حاجه في الاول، انت قلت لي يا عم ان الاسلوب ديفرنشال ايكويشن كطريقه بتعتمد في الحل بتاعها على ان انت بتشتغل على المومنت على النقط المجهول، تمام. بعد كده كتبت لي المعادلات بتاعت المومنت، قلت لي ده هنا في المومنت بتاع الفيكسد مثلا بتاعت الاي كي زائد 2 على ال، دي حاجه ما فيهاش مشكله. لقيت في سيتا اي وفي سيتا كي وفي ابساي، الحاجات دي زوايا وحركات روتيشن وايه بيحصل، وطبعا الابساي بتاعته نتيجه الدلتا، يعني اقصد كلها زوايا وحركات نتج عن الاسلوب والديفليكشن. طيب بعد كده المساله بالنسبه لي اتحولت، انا عشان اجيب مومنت عن النقطه بدل ما كنت بفكر في انا عندي كام مومنت مجهول زي السيونت ايكويشن، لا ده انا بقيت افكر انا عندي كام زاويه وكام حركه مجهوله، لان على اساسها لو انا جبتهم اعوض في معادلات الستوب ديفليكشن اطلع المومنت المجهول. يبقى هتتحول المساله بتاعت الستوب ديفليكشن في اول ما ابدا كده، انا هبص انا عندي كام زاويه مجهوله، كام ابساي، كام ايا كان الدلتا، ايا كان الحركه المجهوله ايه اللي على اساسها محتاجها عشان اعوض في معادلات الستوب ديفليكشن واقدر اجيب المومنت بتاعي. ومنه طبعا زي ما قلنا قبل كده وشرحنا الفيديوهات قبل كده ازاي ارجع اجيب الايه الدايركشنات والشيل والكلام. طيب تعال نبص بقى على المسائل، يعني احنا كده ايه اتكلمنا بشكل عام على البيس بتاع الطريقه، تعال ناخد كده ايه اول مثال بسيط كده نطبق عليه، تمام. طبعا يعني في الفيديو ده انا هتكلم عن الكاميرات بس كده مقدمه، والكاميرات يعني ناخد المثال ده مثلا ومثال كمان هنيجي في الفيديوهات اللي جايه بعد كده ان شاء الله هنتكلم في فريمز، والفريم بقى يبقى له برضه ايه تصنيفات، يعني فريم عادي وحاجه فيها اسم فريم سي سو ايه، يعني هنتكلم في التفاصيل دي كلها في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله مع برضه امثله الامتحانات وحشاغل يعني. طيب هنا دي كاميرا بسيطه جدا يعني نبدا بيها كده ما فيهاش حاجه، انا عندي هنا فيكسد، الفيكسد دي عند نقطه ايه، عندي البي هنا ديرور سبورت وعندي السيرور سبورت، طبعا الاحمال اللي عندي هنا 120 وده حمل مركز وحمل موزع. بيقول لي ايه فور ذا كونتينوس بيم اللي هي الكاميرا المستمره اللي قدامي يوزنج سلوب ديفليكشن ايكويشن ميثود او سلوب ديفليكشن ميثود، استخدم طريقه سلوب ديفليكشن، درو ذا مينيموم دايجرام، طبعا اسيوم الاي كونستانت يعني ناخد الاي انها ثابته مش بقيمه، هنا مطلوب المينيموم بس. طبعا لو طلب الشير هنقول نفكر الناس كده بسرعه، وطبعا الفيديو فيه التفصيل قوي في السي مومنت، لان يعني ازاي تجيب الرياكشنات وترسم الشير من البين مومنت دي مش حاجه مرتبطه بطريقه، يعني اللي يعني عملناه في السي مومنت ينفع يتعمل في السلوب ديفليكشن وينفع يتعمل في الطريقه اللي هتيجي بعد كده ان شاء الله اللي هي مومنت ديستريبيوشن دي ميثود، اللي هتبقى في الفيديوهات برده اللي بعد كده ان شاء الله. طيب في الاول هنا اول ما ابص على المساله لازم كده افكر انا عندي بقى، ما احنا شرحنا بقى قلنا ان في النهايه المعادله بتاعت السلوب ديفليكشن اتحولت لزوايا وحركات مجهوله، فلازم تفكيري يبقى ايه؟ لازم تفكيري يبقى انا عندي كام مومنت مجهول او كام زاويه او كام حركه مجهوله. طيب لما اجي ابص فيكسد ايه دي فيكسد صح ولا لا؟ الفيكسد احنا عارفين من استراكشر 2 ايه او استراكشر 3 ما يعادل استراكشر 3 كورس الديفليكشن، يعني ان الزاويه عند السبورت عند فيكس السبورت بكام؟ سيتا بكام؟ سيتا بصفر. فبالنسبه لي انت السيتا عند الايه مش مجهوله في حاجه، يعني ما تزرعش في حاجه بصفر. طيب البي الزاويه عند البي مجهوله، يبقى انا عندي زاويه مجهوله. طب والسي؟ السي زاوية عند السي مجهول، انا معاك، بس انا قلت لك في حاجه ايه، ان لما يبقى عندي هنج رولر على الطرف الحاله دي انا اقدر اتعامل على انها فيكس هنج زي ما هنشوف دلوقتي، وانا عارف مومنت هنا بصفر، طبعا انا عارف مومنت هنا مش محتاج الزاويه هنا في حاجه، فهي زاويه السي دي سميها ردانت، اللي هو انا عندي لها قيمه بس ما تلزمنيش في الحلقه. خد بالك انا مش بمتحنك في ستراكشر 2 ايه او ستراكشر 3 اللي هو انا عايز تجيب الديفليكشن، لا ده الديفليكشن جزء من الاناليسيس بتاع الانترنال ستراكشر للسلوب ديفليكشن، لكن مش هو هدفي. عشان كده الزاويه عند السي هنا مش هنحتاجها، هي لها قيمه بس مش هنحتاجها، فلو انا اتعاملت مع دي انها فيكس ديمز زي ما هنشوف شويه كمان شويه، يبقى السي عند السي دي ملهاش لازمه بالنسبه لي. طيب فيبقى انا هنا المساله دي اقدر احلها على مين؟ على كام زاويه مجهوله؟ على زاويه واحده اللي هي مين؟ الزاويه عند بي، تمام؟ طيب بعد عشان احل الكلام ده اعمل ايه؟ طيب عشان احل الكلام ده اول حاجه زي ما قلنا كده يعني البدايه كده انا محدد اهوت وعارف زي ما قلنا ان انا عندي الزاويه المجهوله في الهرمون ديسبيسمنت بالنسبه لي الازاحات المجهوله هي السيتا عند البي. طيب هنسيبنا من جزء الاستاتيك ايكويشن ده ازاي نحل، ده هنرجع له كمان شويه. خلينا نبدا ازاي المساله، هنبدا المساله بالفيكس المومنت عادي. طب الفيكس المومنت ده عامله ازاي يا عم؟ هنعمله بمنتهى البساطه، يعني امسح بس الكلام ده عشان نبدا نوضح بقى الاول. هنعمله ببساطه ازاي؟ ان انا
الطرف اسيبه زي ما هو، يعني نقطه ايه دي مش فيكسد اصليه، سيبها زي ما هي. طب نيجي عند البي، احنا هنقطع الكفر، هنقطع عند السبورت، يعني الباكيه بالنسبه لي من السبورت للتاني، فهنا هاجي عند البي واقطع. طيب لما اقطع عند البي، ايه بي ده؟ اعتبره فيكسد فيكسد ولا فيكسد هنجد؟ طبعا الطرف فيكسد ده هسيبه زي ما هو. نيجي للجزء اللي في النص ده، انت قاطع هنا، لما تيجي تقطع يظهر كام انترنال فورسز؟ تقطع في اي حاجه هيظهر 3 انترنال فورسز اللي هم المومنت والنورمال والشيب، صح ولا لا؟ فكأن بالنسبه لك طبعا ده تشبيه يعني مقارب للصح، ما هو الصح 100% هو ليه اعتبار احنا بنعتبره يعني، كأن انت عندك 3 رياكشنز هنا او 3 فورسز هنا، فال3 فورسز هنا يعني كأن دي مش كأنها فيكسد، هي اللي عندها 3 فورسز، فبالتالي لما اجي نقطه اقطع فيها الجزء اللي انا قطعته بعتبره برضه فيكسد، يعني انا هنا الباكيه اي بي دي اللي بره فيكسد الاصليه، واللي في النص عندي البي فيكسد، فكأن الباكيه دي بالنسبه لي فيكسد فيكسد زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ طيب لما اجي بقى الباكيه الثانيه اللي هي بي سي، لما اجي اقطع بي سي ماشي، احنا اتفقنا ان القطع عند البي، طالما قطعت عند البي فالبي فيكسد. نيجي للسي، الطرف ده زي ما قلنا بنسيبه زي ما هو، السي هنا ايه؟ هنج ده اورور، يعني بس من البني طبعا مش يعني ايه فيكس هنج، اللفظ اللي احنا بنقوله ده يمشي مع الهنج يمشي مع الرول، المهم ان المومنت على الطرف الصفر، تمام؟ فهنا دي بالنسبه لي هتبقى فيكسد هنج، الطرف اسيبه زي ما هو واللي انا قاطع فيه اعتبره فيكس، تمام؟ طيب بعد كده اعمل ايه بقى؟ ابدا اجيب الفيكس ان مومنت اللي شرحناه من شويه، اعوض في القواعد، يعني انت هنا عندك حمل مركز المسافه دي 5 والمسافه دي 5، طبعا في الحاله دي ارجع للقانون اللي شرحناه من شويه، هتلاقي في الحاله دي بي ال على 8 وبي ال على 8 اللي هو هتلاقي 150 و150، تمام؟ طيب نيجي للحاله الثانيه دي، الحاله الثانيه دي ان انا عندي فيكس تنجت وعليها حمل موزع منتظم من الاول للاخر، قلنا القيمه دي القانون لو تفتكروا اللي عندنا اثبتناه سوا اللي هو دبليو ال سكوير على 8، فيطلع المومنت هنا دبليو ال سكوير على 8 هو 625، وده 150 وده 150، فكده في الحاله دي جبت كده قيم مين؟ الفيكس مومنت اللي عندي. نيجي للاشارات، قلنا اللي مع عقارب الساعه هو اللي هيبقى موجب في الطريقه دي، بناخد بند عشان الطريقه دي، ده سالب وده سالب اللي معاكس عقارب الساعه وده موجب في الطريقه، كل طريقه يعني لها اشارات مختلفه، يعني السي مومنت ايكويشن كان اللي دي الساعه من فوق سالب ودي الساعه من تحت موجب، زيها زي ستراكشر واحد عادي او الاناليسيز الاولاني عادي خالص، انما هنا الموضوع مرتبط بعقارب الساعه اللي عكسها سالب واللي معاها ايه؟ معاها موجب، تمام؟ طيب كده جبت اول حاجه يعني الخطوه الاساسيه اللي ابدا بيها ان اجيب الفيكسد المومنت بتاعتي. بعد كده اعمل ايه بقى؟ ابدا اعوض في معادلات ستوب ديفليكشن ايكويشن، تمام؟ طيب ايه معادلات ستوب ديفليكشن ايكويشن دي يا عم؟ كل باكيه يعني اي بي وبي سي، كل باكيه فيهم فيها اتنين مومنت، واحد على الطرف الشمال وواحد على الطرف اليمين زي ما شرحت، فانا عندي هنا اي بي فيها اتنين مومنت اللي هو اي بي ام اي بي وام بي اي، طب بي سي فيها ام بي سي وام سي بي، يبقى انا كل باكيه اعوض مرتين عشان اجيب المعادلات بتاعت ستوب ديفليكشن ايكويشن اللي عندي. هو دكتور محمد هنا لما بيجي يحل معادلات ستوب ديفليكشن بيركز على المعادلات في الاول اللي هيحل بيها ويطلع بيها القيم، وبعد كده يكتب كله، يعني بس انا عايزكم تكتبوا كله في الاول، يعني انا خلينا نمشي احنا كده مع الايه؟ مع الكاميرا كده باكيه باكيه، ادي اي بي اهو، فهقول والله الام، هنكتب هنا كده ام اي بي بتساوي، معلش بقى بكتب بالماوس كده بس بوضح، بتساوي الام فيكس اي بي زائد 2 بقى اي على ال زي ما احنا شرحنا من شويه مضروبه في سيتا اي زائد او 2 سيتا اي معلش في الاول تبقى 2 زائد سيتا بي زائد 3 اي بصاي زي ما شرحنا من شويه. طيب تعال عوض في المعادله دي كده، ام فيكس الاي بي ده اللي هو مين؟ اي بي ده سالب 150 سالب عشان اتجاهه عكس عقارب الساعه، يبقى اقول هنا سالب، هتلاقي القيم موجوده تحت بس انا بوضحها دلوقتي هنا عشان برضه ايه تبقى ظاهره، يعني انا افضل تكتبوا معادلات كلها مره واحده وبعد كده يعني هنشوف دلوقتي موضوع الديزاين ده هيحل ازاي. هنا سالب 150 اللي هي سالب 100 فيكسد اي بي زائد 2 اي على ال، هنسيب الاي اي على ال خلاص ثابته، الاي اي قصدي ثابته ان هو قال لي انها ثابت، فعشان اشتغل بدايتها. طب ال ال 10 طبعا ال مش من حد الحمل، ال من السبورت او الباكيه اللي طرفها الاولاني الطرف الثاني اللي هو هنا 2 ال على 10 في، نيجي بقى على 2 سيتا اي وسيتا بي وزائد 3 ابسط. دلوقتي ايه دي؟ مش دي فيكس الاصليه؟ الريال فيكس او فيكس الاصليه زي ما قلنا من شويه وشرحنا في الاول ان الزاويه عندها بكام؟ الزاويه هنا بزيرو، تمام؟ فالفيكس الاصليه سيتا عندها بصفر فدي مالهاش لازمه. زائد سيتا بي
سيتا بي انت اعتبرتها فيكسد لو ما قطعت، في فرق بين انها اعتبرتها فيكسد وهي ريال فيكسد او جايه في المساله فيكسد اصليه. الاعتبار ده اعتبار عشان انت عايز تحل وعايز تعتبرها فيكسد، عايز ان في ثلاثه انترنال فورسز، انما هي فيها حركه، فيها زاويه عند البي ما نقدرش الغيها. فهنا السيتا عند البي، واحنا اصلا بدانا المساله قلنا ان الزاويه عند البي هي اللي تهمني، فهنا زائد سيتا بي ما زائد زي ما هي، مش اي مشكله. طيب زائد 3 اف ساي، ايه الاف ساي ده؟ الاف ساي دي لو رجعنا كده سريعا يعني برضه ايه دقيقه كده، الاف ساي دي زي ما قلنا زاويه الميل اللي بتحصل نتيجه ان يحصل دلتا عموديه على المحور بتاع الممبر، يعني الممبر ده كان افقي اتحرك راسي فاداني زاويه اسمها ايه اف ساي يعني نتيجه الدلتا اللي حصلت. انما في الكاميرات طالما ما حصلش هبوط، يعني الكاميرا دي عين بتتحرك عمودي على المحور بتاعها، لو قلت لك نقطه بي هبطت تحت ونقطه سي طلعت لفوق، يعني حصل حركات عباره عن هبوط او سيتلمنت او مثلا موفينج ابورد او داون وورد، اتحركت لفوق او لتحت لاي سبب في التنفيذ او في التربه ريحت او الكلام ده. انما غير كده طالما ما جبتلكش السيره يبقى في الكاميرا دي كده كده الاف ساي بكام؟ بزيرو، لان ما فيش اي حركه على عموديه على المحور الاصلي بتاع الايه الكاميرا بتاعتي. يبقى انت كده ان المعادله بتساوي المنظر ده سالب 150 زائد 2 دي اي على 10 صفر زائد 6 بي زائد صفر، تمام؟ طب ده كده اللي هي ام اي بي. طبعا الدكتور بيكتبها، المفروض تتكتب هنا او مش مفروض، يعني هو الدكتور بيعمل ايه؟ بيكتبها يعني بيركز الاول على مين؟ على الحاجات اللي هيحل بيها المعادله زي ما هنشوف دلوقتي، بعد كده الباقي بيعوض في الاخر، بس يعني افضل تكتبه الاستوب الفيكشن كلها الكويشن كلها مره واحده يعني. فهنا المفروض يسأل ام اي بي، نيجي لام بي اي اعكس، هيبقى عندي مين؟ الام فيكسد بي اي اللي هو عبارة عن مين؟ عبارة عن ال ام بي اي فيكسد اللي هو عبارة عن سالب 605 او سوري لا ال بي اي اهي اللي هو موجب 150، ادي كان عندي اهي، زائد برضو 2 اعلى ال اللي ب 10 في 2 سيتا بي اللي هي النقطة اللي عندها دي. طبعا السيتا بي مش مجهولة، مش معروف، مش بصفر ولا حاجة، ف2 سيتا بي زي ما هي، زائد سيتا اي الناحية التانية، قلنا ال اي دي فيكسد أصلية، فالفيكسد الزاوية عندها بكام؟ بزيرو. وقلنا الابساي كمان هي كده كده عشان كده طلعت الابساي دي بصفر، لان الابساي في المسائل بتاعت الكاميرات طالما ما فيش هبوط او حصل حركات اي حاجه حصلت عندها خلاص هيبقى الابساي ده هيبقى اوتو بكام؟ بزيرو. طبعا لما تصفي المعادله دي ممكن تصفيها وتضرب الارقام جوه، وهي الدكتور مصفي المعادله دي بقت 150 ضرب 2 على 10 في 2 بقت 4 من 10 اي اي، وضرب على اي جوه 6 بقت، هو يعني صفى المعادله بحيث تبقى بالمنظر ده 150 زائد 4 من 10 اي اي 6. طيب ده كده الام بي اي والام اي بي اللي هشرحها. طب نيجي الام بي سي والسي بي. ام بي سي ده بيساوي ايه؟ يبقى ده فيكسد هنجت، ما هي دي الفيكس اللي احنا فرضناها عند البي، والطرف التاني هو الهنج اللي احنا شرحنا فيه الكلمه فيه بالتفصيل. طيب ام بي سي هتبقى عباره عن ام فيكسد بي سي اللي هو سالب 625 سالب عشان الموقف ده عكس عالم الساعه، واحنا قلنا عكس عالم الساعه في الطريقه نعتبره ايه؟ سالب، زائد بدل ما هي 2 اي على ال بتبقى 3 اي اي على ال. طب ال برضه بالصدفه انها 10 يعني مش شرط يبقوا زي بعض، يعني هي 3 اي اي على 10 في الزاويه اللي عند البي اهي زي ما هي، والابساي طبعا القانون ده مختلف عن القانون بتاع الفيكسد، فيكسد فيكسد هنج لها قانون زي ما شرحنا، والفيكسد فيكسد لها قانون. طيب فالابساي هنا بكام زي ما قلنا في كل الكاميرات دي بكام؟ بزيرو. فتصفي المعادله دي تضرب الكلام ده جوه يطلع المعادله دي سالب 625 زائد 3 من 10 اي اي سيتا بي. طيب نيجي الام سي بي، طبعا ام سي بي بديه ان هو بكام؟ بصفر، مش محتاج تعرف المعادله ولا حاجه، مش زي انت على الطرف، ده مومنت على الطرف طبعا السي دي انجن في الاصل يعني مش بيوصلهاش انا دلوقتي، مومنت على الطرف هنا هو مفيش اي عزم مركز ولا حاجه، فام سي بي ده بكام؟ ده بزيرو، وانا مش محتاج احسبه لان انا عارفه. وتبقى كده ده شكل ستور ديفليكشن ايكويشن لاربع معادلات الكميه اللي عندي، كل باكيه ليها زي ما قلنا كام معادله؟ اثنين اللي هم على الاطراف بتاعتها. طيب بعد ما بخلص بقى، طب يا عم انا فهمت دلوقتي ان ام فيكس، انا عايز اجيب المومنتات دي، يعني عايز اجيب ام اي بي اللي احنا عملناه هنا ده، وعايز اجيب ام بي اي، وعايز اجيب ام بي سي، وعايز اجيب ام سي بي. بص كده زي ما شرحنا في الاول المعادله بتاعت المومنت اتحولت لمين؟ لزوايا مجهوله، يعني هنا لو انا عرفت سيتا بي خلصت المساله، هي ما عنديش مجهول في زوايا غير مين؟ سيتا بي. لو عرفت سيتا بي هعوض دي بام اي بي وام بي اي وبي سي وسي بي، يبقى انا كده جبت المومنت في النقط كلها المجهوله عندي. طيب عشان اجيب الزوايا دي او الحركات اللي عندي دي بستخدم ايه؟ بستخدم الايكوليبريم. الايكوليبريم اللي هو الاتزان بتاع ستراكشر واحد، هو اللي انا عارفه من ستراكشر واحد ايه؟ ان مجموع العزوم عند اي نقطه هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، تمام؟ طيب بما ان مجموع بقى العزوم عند اي نقطه بيساوي صفر، طب انا هحل ازاي؟ كل اللي هعمله هعمل حاجه بسيطه جدا، هستخدم الايه القصه بتاعت الاتزان دي ببساطه كده، وعاده هنستخدمها عند النقط اللي مجهول فيها الزاويه، يعني نقطه بي دي مش مجهول فيها الزاويه. طيب
ام بي نقطه بي دي فيها كام مومنت بالنسبه للسيستم اللي احنا بنحل بيه دلوقتي؟ فيها 2 مومنت، فيها ام بي اي اللي هو جاي من الباكيه الشمال، وفيها ام بي سي اللي هو جاي من الباكيه اليمين. خد بالك الاثنين اللي بيبداوا بالبي، ليه؟ انا بتكلم عن نقطه بي، فدايما المومنت بيتسمى المكان بتاعه باسم النقطه. في بي دي عندها مومنت من ناحيه الشمال ام بي اي، وعندها مومنت ناحيه اليمين ام بي سي. تمام. طيب فانا دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ مش انت من الاتزان لازم مجموع العزوم عند اي نقطه يساوي صفر؟ فبالتالي بالاتزان اقدر اقول ان الاثنين مومنت دول اللي هو ام بي اي والناحيه الثانيه ام بي سي، الاثنين مومنت دول هيساووا كام؟ يساووا صفر، مجموعهم يساوي صفر. وهي دي معادله الاتزان اللي كاتبها هنا. وطبعا كده في الاول ان اقدر اقول ان ايه سمشن المومنت عند بي بيساوي صفر، وبالتالي ام بي اي زائد ام بي سي يساوي كام؟ يساوي صفر. طبعا ترتب كده او ترتب تمشي بالفليكس مود وبعد كده تكمل، مفيش مشاكل في كل الاحوال، ده صح وده صح يعني. بس انا ايه يعني حبيت امشي الاول بالستيب عشان تفهم ليه انا هحتاج اعمل المعادله دي. انا هحتاج اعمل المعادله دي عشان منها اقدر اطلع سيتا بي اللي موجوده عندي في المساله دي، ومنها اقدر احل بعد كده اجيب الممتد اللي عندي. فهنا من الاتزان عند البي سمشن المومنت عند البي بيساوي صفر، وبالتالي ام بي اي زائد ام بي سي هيساوي كام؟ هيساوي صفر. طب تعالى نعوض يا عم، ادي ام بي اي اهو الدكتور حاسبها هنا جايبها اللي هي طلعت المعادله دي، وادي ام بي سي اللي هو لما اتصرف طلعت المعادله دي. هاجي بعد كده كل اللي اعمله اعمل ايه؟ اجمع والله، اقول له سمشن ام بي يساوي صفر، وبالتالي ام بي اي زائد ام بي سي بيساوي صفر، اجمع المعادلتين دول على بعض واساويهم بمين؟ الصفر. طبعا في الحسبه دي كلها اي اي ثابت، تطلع يعني انت وانت بتحل كان اي مش موجود. في النهايه النتيجه هتطلع السيتا كرقم على الاي اي، ما تقريبا من دلاله الاي اي، فيطلع الناتج رقم على مين؟ على الاي اي اللي هي الثابت اللي عندي. طيب ناخد بالنا برضه من حاجه، يعني انا في المساله دي ما جيتش قلت لك والله هنا 2 اي وهنا 3 اي والكلام اللي هو ايه، غيرت لك انرشيا خالص، يعني كل انرشيا واحده، كنت اقول لك هنا اي وهنا 2 اي مثلا. ايه اللي هيفرق؟ لا يفرق في النهايه ان انت وانت بتعوض هنا بدل ما بتقول ايه اي اي على ال، هتقول 2 في 2 اي اي، لان الاي بقت دبل، يعني 2 في 2 اي اي مش اكتر، ما كان هي 4 اي اي وهكذا. يبقى انت بس لو انت عندك تغير في الانرشيا بتاخد الفاكتور ده معاك وانت بتعوض في المعادله هنا. انما هنا طبعا الاثنين الاصليه اللي في المعادله وتدري الداتا الاصليه، انما الاي اي نفسها ممكن تبقى فيها فاكتور لو الباكيه غير الثانيه المختلفه، انما عشان مش مختلفه فانا طبعا ما عملتش الكلام. طيب في النهايه من المعادلة البسيطة دي هطلع سيتا بي. طبعا كده المسألة خلصت. ليه بقى؟ هرجع أعوض في المعادلات تاني اللي هما مين ومين بقى؟ ام بي اي، ام بي سي، ام اي بي اللي احنا شرحناه. وطبعا ام سي بي ما كتبهاش ليه؟ لأن ام سي بي بديه إن هي بكام زي ما قلنا بصفر، مش محتاج أحسبها. كل اللي أعمله أحط مين؟ 678.57 دي على اي اي، أحطها في مكانها هنا. طبعا أنت لما تيجي تضرب هتلاقي الاي اي بتروح مع مين؟ مع الاي اي. عشان كده ممكن غالبا في المسائل دي اقول لك الاي اي بيكون ستاند، لان مش فارقه معايا في النهايه النتيجه القيمه بتاعتها هتروح من المعادله، يعني ملهاش اي لازمه بالنسبه لي. طبعا طلع ده 421 42 وده سالب 421 42. طبعا ده بديهي لان لازم الاثنين دول مش دول في نقطه واحده، يبقى لازم ام بي اي وام بي سي يساوي صفر. وده دليل مش على ان حلي من اول لاخر صح عشان نكون واضحين، لا، دليل على ان انا حليت المعادلات صح، لان انا بديت المعادلات ان المومنت عند البي اي زائد المومنت عند البي سي بيساوي صفر، وبالتالي لازم يطلعوا زي بعض بس عكس بعض فين؟ في الاشاره زي ما احنا شايفين كده. انما يعني لو انت بادئ المعادلات غلط هتطلع قيمتين برضه بيساوي بعض، بس يعني القيم نفسها غلط، فبرضه ده عشان ما نضحكش يعني ما نخدعش نفسنا. مش معناها ان كل حاجه من الاول للاخر صح، دي معناها ان ايه جزء حل المعادلات اللي انا حليته صح. تمام تمام طيب لما نيجي نبص بعد كده على جبت المعادله، جبت القيم ده ام 421 سالب 421 سالب 14 82، وطبعا ام سي بي بصفر. فاضل اخر حاجه هو كان طالب مني اني ارسم البن مومنت دايجرام. طبعا الدكتور رسم الرسمه النهائيه مره واحده كده، انا هوضحها معاك كده بالتفصيل اهو ازاي اقدر ارسم الفاينل بن مومنت. وطبعا مش هنرجع نشرح بقى، يعني اللي عايز يفهم ازاي برجع بالراجع اجيب الرياكشن وارسم الشير، الكلام ده شرحناه في الفيديوهات بتاع السيولت بالتفصيل في اول فيديو تحديدا للسيولت ايكويشن، هتلاقوه عندكم على القناه. ممكن ابقى احط لكم الايه الكارد بتاعه كده يظهر قدامكم في التوقيت ده، يعني برضه بحيث الناس لو عايزه ترجع للجزء ده تبقى تشوفه يعني. لكن انا عايز ارسم مومنت على طول زي ما هو طالب، كل اللي اعمله اعمل ايه؟ تعال نرسم مع بعض كده بالراحه. ادي باكيه اهي، باكيه اولانيه، وادي الباكيه الثانيه، اللي هما باكيتين اللي عندي. طبعا دي نقطه ايه؟ نقطه بي، نقطه سي. كل باكيه فيهم فيها اتنين مومنت بيلفوا حوالين الكاميرا كده، الكلام ده برضه عملناه في السي مومنت لو تفتكروا. طيب هنا في حمل مركز اللي هو 120،
وهنا في الحمل الموزع اللي كان اعتقد 50 انا قلت يعني. في النهاية انت جبت المنتج. طب يا عم انت جبت المنتج بكام؟ تعالى نرجع واحدة واحدة كده بالراحة وجنب بعض كده القيم قدام يعني. ام اي بي فين اي بي تحت اهو طبعا ده اي بي. ام اي بي طالع سالب 14 28 او 29. سالب معناه ان هو بيلف ازاي؟ ما احنا قلنا الاشاره تبقى مرتبطه بعالم الساعه. سالب معناه ان هو بيمشي عكس عالم الساعه، يبقى القيمه هنا عكس عالم، يبقى تخلي السالب ده عكس عالم الساعه، وطبعا تشيل بقى الاشاره هو 14 82 او 28 عكس عالم الساعه. طيب ام بي سي وبي اي، ام بي اي طلع موجب 421. موجب يعني بيلف ازاي؟ يعني بيلف مع عقارب الساعه اللي هو 421 وكثف. تمام. والناحيه الثانيه سالب 421، سالب يعني بيلف العكس عقارب الساعه، يبقى دي 421 الناحيه الثانيه طبعا الكسر بتاعي. وهنا في النهايه النتيجه دي بكام؟ صفر، ملوش لازمه الام سي بي ده. فده كده شكل ان انا ايه احط المومنت اللي عندي. بعد ما احطه كده برسم حسب دي الساعه عادي، انما انا بوزعه بوزعه حسب عالم الساعه والقيمه طلعت معايا، انما انا برسم برسم حسب دي الساعه عادي خالص. يعني لو عايز ارسم هنا هاخد خط بقى زي ما برسم اهو. طبعا هي رسمه في الكتاب مرسومه بشكل محترم، انا بس ايه بوضح ازاي بتترسم عشان الناس تبقى فاهمه. هاخد هنا ايه خط دي، طب ارسم عليه اهو، تمام ادي دي. طب ارسم عليه، كل اللي اعمله اعمل ايه؟ ارسم بقى المومنت بتاعي. والله لما جيت ارسم هنا المومنت عند النقطه دي طلع 14 82 دي لسه من فوق، هرسم بقى حسب دي لسه معايا يعني لسه من فوق، هطلع لفوق هنا كده تعالى شويه شويه هخليها كده ايه 14 82 او 28. طيب القيمه اللي فوق دي 421 وشويه، سيبوا لنا بقى وكسر وهنا بصفر. كل اللي بتعمله بتعمل ايه؟ خلينا نخلي ال 14 دي تحت شويه عشان بس تبقى القيم المتناسبه يعني معقوله. طبعا هو المفروض تبقى اصغر من كده بكتير، شايفين تنسبيه الفرق كبير، بس انا بحاول اوضحها عشان تبقى ظاهره يعني. هنا هعمل ايه؟ كل اللي المفروض تعمله ممكن تعلق الخط الداش وتنزله كده على السي مومنت، وتنزل السيل بي مومنت. يعني هنا ده المومنت بتاعي كسيل بي عباره عن ايه؟ مش بيقل عن اربعه، فهنزل من الخط ده بيقل على مين؟ على الاربعه اللي هي طالعه هنا 300 زي ما الدكتور عاملها كده. تمام؟ اللي هي القيمه دي 300. الناحيه التانيه مش ده صفر؟ هوصل ده بده وبينهم في سنج بيومنت اللي هو دبليو سكوير على 8 اللي هي طالعه 625 من الخط المنقط كده. تمام. فكده كأني كده رسمت مومنت الفاينل، يعني انت مش محتاج تعرف اكتر من كده في الجزئيه دي كده بمنتهى البساطه. انا رسمت الفاينل بين المومنت ده. طيب الدكتور ساعات برضو عشان يعني الناس اللي بتسأل القيم دي ومشروحه برضو في في السي مومنت ايكويشن، لان هو هنا بيجيب لي القيمه الصافيه اللي نزلت تحت الداتا. يعني الدكتور محمد عاده بيحسبها في الرسومات كلها بتاعت الكتاب. فالقيمه دي عباره عن ايه؟ يعني لو انت جيت حسبتها هنا هتلاقوها مشروحه في السيمنت ايكويشن بالتفصيل، بس هي عباره عن ان انا هنا جيت اتعاملت مع داتا انه شيء منحرف خط الداش ده كده، وده 420 على الشهر 7 اعتبرها مستطيل، دي 421 ودي 14 28. القيمه اللي في النص دي متوسط مين؟ الاثنين دول زي بعض اللي هي 14 28 زائد، مصور بس الخط شوية عشان تبان، زائد اللي هي 421 على 2 يديك القيمة اللي في النص. طيب انت هتنزل منها قد ايه؟ هتنزل منها 300، يبقى 300 ناقص القيمة بتاعت المتوسط دي اللي هتطلع معاك يديك الجزء اللي هيتبقى تحت الديتا ده اللي هو 800 اللي هو 82 و 14. الناحية التانية نفس الكلام بس ده مثلث، يعني القيمة اللي في النص دي عبارة عن النص دي على طول، نص 421 42 دي عندك دي 414 أو 625 قيمة مين البرابلة، اطرحها يديك الناتج اللي تحت ده اللي هو 414. إنما يعني مش مهم أوي التفصيلة دي، في النهاية أنا كده بشكل عام رسمت البن من الدايجرام. طبعا أنا مش هقعد أعيد بقى الجزء إزاي أرجع من راجع أجيب الرياكشن والكلام ده، الكلام ده هتلاقوه عندكم فين؟ وده شوية فيه مشروح بالتفصيل الممل في الفيديو الأولاني للسيمنت ايكويشن ازاي ارجع بالراجع. خلاص انت في النهايه دي مالهاش علاقه بطريقه، انت في النهايه هنا عندك مومنت وعايز ترجع بالراجع تجيب الرياكشنات وترسم الشيء. انما هنا في المساله دي وعاده الدكتور في الامتحان يعني في مساله السوبر فيكشن بيطلب مومنت بس، يعني بس بشكل عام لو انا عايز ارجع بالراجع اجيب الرياكشنز ومنها ارسم الشير، الموضوع بسيط زي ما قلنا قبل كده. تمام. طيب ده بشكل عام كده ازاي اقدر احل مساله كده بسيطه الكاميرا سيمبل بسيطه بس مومنت ايكويشن. طب تعالى ناخد مثال تاني عشان يبقى احنا كده يعني ايه اتكلمنا جزء الكاميرات كده ايه بالتفصيل شويه، وهنبص بعد كده على ايه في الفيديوهات اللي جايه على الفريمات. انما دلوقتي خلينا نتكلم في الايه
وعندي قواعد اتعامل فيها السيل. طب دي قواعد تانية يعني مثال هنعدي عليه بسرعة كده برضو، بس يبقى احنا كده ايه شرحنا الكاميرات، وعليها الدكتور في الامتحان بيجيب فريم يعني، بس عشان برضو يبقى احنا عرفنا الكاميرات وعرفنا ازاي بنتعامل فيها. طيب المثال ده انا عندي كاميرا، الكاميرا دي زي ما احنا شايفين كده عبارة عن 3 باكيات اي بي بي سي وسي دي. اي بي دي معلهاش احمال، بي سي على حمل مركز في النص، والسي دي على حمل موزع من الاول للاخر. وبرضه حل بالستيمنت ايكويشن، وعندك برضه بيقول لي ان دي اي كونستانت، يعني هو نفس الكلام بتاع المساله اللي فاتت، والسب ديمون ديجرام بتاع السوبر ديتكشن. اول حاجه زي ما اتفقنا، اول ما ابص على مساله ستوب ديفليكشن اول حاجه افكر فيها انا عندي كام زاويه وكام حركه مقبوله، اللي على اساسها هقدر اجيب الايه الحل النهايه وارسم الديمون ديجرام. فطبعا الريال فيكس ده عندي السيتا هنا، السيتا بكام؟ بزيرو، فدي ملهاش لازمه. انما عندي البي سيتا اي مجهوله، عندي السي سيتا سي مجهوله، عندي الدي زي ما قلنا ما هي برضه فيكسد هنج او تبقى هنج، فالهنج اللي بره دي هو المومنت عندها بكام؟ انا عارف انه بصفر، فانت محتاج الزاويه اللي بره عشان تجيب منه المومنت. طب لو كنت عملتها انها فيكسد هنج زي ما عندك المساله اللي فاتت، خلاص انت بقت الزاويه دي زي ما قلنا ريدندنت، انت مش محتاجها في حاجه. يعني السيتا دي هي لها قيمه مش بصفر، ما نقدرش نقول انها بصفر، انما القيمه دي انا مش محتاجها. فانا يهمني هنا الزاويتين اللي هم مين؟ سيتا بي وسيتا سي، اللي هم زي ما قلنا كده على اساسهم اقدر احسب الحسابات بتاعتي. وهتلاقي المعادلات بتوضح لك الكلام ده، يعني هتلاقي في المعادلات انت مش بتلاقي غير قيمتين دول ظاهرين معاك اللي هم سيتا بي وسيتا سي. طيب نسيبنا من جزء الاتزان ده زي ما قلنا، والدكتور بيكتبه في الاول ونرجع اقعد بعد كده. خلينا بس نركز في الستبس بتاعت الحل، وبعد كده نبدا نشوف ازاي هنقدر نجيب الزوايا عن طريق الاتزان. هنا عشان احل اول حاجه اي بي دي تبقى عباره عن ايه؟ هقطع عند البي فاقولي فيكس الاصليه، فهي فيكسد فيكسد معلهاش احمال. نيجي للبي سي، انت هتقطع عند البي وهتقطع عند السي، بقت فيكسد فيكسد تمام. هنا نيجي للسي دي، انت هتقطع عند السي وهتقطع، لا قصدي هسيب دي زي على الطرف هتبقى هنج، يبقى دي فيكسد هنج. يبقى انا عندي فيكسد 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 هنج، يبقى دول التلات بواكي بتوعي، وانا بجيب الفيكسد النوت اللي عندي احنا شايفين كده اهو، فيكسد فيكسد والطول 10 وفيكسد فيكسد والطول 10. وطبعا صدفه ان الدكتور في المسائل اللي هي في الاول دي حاطط كلها 10 يعني مفيش حاجه. فهنا فيكسد فيكسد والطول 10، فيكسد فيكسد والطول 10، فيكسد هنج والطول 10. القيم طبعا لو الكاميرا معلهاش احمال اكيد المومنت بصفر مش محتاج، يعني فهنا ام اي بي وام بي اي بصفار. نيجي هنا فيكسد فيكسد وعليها حمل مركز في النص، فبيقل على 8 وبيقل على 8، هيطلع الرقم ده اللي هو 10 هنا و10 الناحيه الثانيه. نيجي هنا فيكسد رينج على حمل موزع من الاول للاخر، هيبقى دبليو ال سكوير على 8 زي ما شرحنا بقى في الجزء اللي في الاول خالص، وهيبقى القيمه دي 22.5. طبعا الاشارات ده سالب وده موجب، دول بصفار فهي هتبقى سالب ولا معوض. طيب هنيجي للمعادلات، يعني زي ما قلنا الدكتور في الاول بيكتب المعادلات اللي هو هيجيب منها عن طريقها الزوايا، وبعد كده يرجع يكمل ايه المعادلات اللي هي الايه التانية. انا بفضل انك تكتبوا هنا المعادلات كلها، اللي هو هنا بدأ بالام بي اي وام بي سي عشان يحتاجه، وسي بي وسي دي عشان يحتاجه. انما انا هجيب برضه هكتب معاكم كده ام اي دي زي ما عندنا من شويه. طبعا ام اي بي ده مش هنقعد بقى نكتب القانون، القانون عارفينه فيكسد فيكسد. ام اي بي القيمه بتاعت الفيكس ان نوت نفسها بصفر، يبقى انت في الاول كده صفر، زائد 2 اي على ال، 2 اي اي ثابته على ال، ال اللي هي كام؟ 10. وزي ما قلنا بس بناخد بالنا لو الاي اتغيرت عرفنا نعمل ايه. مضروبه في 2 سيتا اي، سيتا اي فيكس الاصليه، فيكس الاصليه الزاويه عندها بكام؟ بزيرو، زائد سيتا بي دي مجهوله لا ما فيهاش مشكله محتاجها سيتا بي بس، زائد طبعا الابساي قلنا المسائل بتاعت الايه؟ الهبوط كلها هي اللي بس ممكن يبقى فيها الابساي، والدكتور عاده ما بيديش الهبوط في الجزء ده، ومع ضغط الوقت اللي احنا فيه ده مش هيبقى يعني في احتمال ان هو يدي اساسا. فهنا هتبقى عندك العباره عن ايه؟ 0 زائد 2 اي اي على 10 في 0 سيتا قيمه سيتا اي زائد سيتا بي زائد الابساي هنا بكام؟ بصفر. ده ام بي. طب ام اي ام اي بي، طب ام بي ايه؟ اللي هو مكتوب بقى قدامك ده طبعا القانون اهو، ام بي اي صفر برضه اللي هو المومنت اللي عند الطرف الثاني، زائد 2 اي على 10 اللي هي ال بتاعتي، مضروبه في 2 سيتا بي اللي طبعا زي ما قلنا 2 في النقطه اللي عندها الزاويه بتاع اللي عندها المومنت اللي انا بتكلم عليه، 2 سيتا بي زائد سيتا اي. سيتا اي عشان الريال فيكس، خد بالك الفيكس الاصليه اللي جايه في المساله مش اللي قطعت فيها، اللي انا اعتبرتها فيكس دي عندها زاوية عالية، انما الفيكس الاصلية الزاوية عندها بزيرو، فسيتا اي بصفر، زائد طبعا 3 ابساي، ابساي بصفر زي ما قلنا في الكاميرات، طبعا مفيش شروط يبقى دي بصفر تمام. في النهاية المعادلة دي طلعت بكام صفية؟ طلعت 4/10 اي اي سيتا بي. طيب جبت ام اي بي وام بي سي وام بي اي، نيجي الباكية التانية في ام بي سي وام سي بي. ام بي سي بتساوي الام فيكس بي سي اللي هو سالب 10، اللي هو هنا ده زي ما قلنا عكس عامل الساعة المومنت ده الفيكسد،
زائد طالما فيكسد فيكسد يبقى 2 واي على ال مضروبه في 2 سيتا بي اللي زائد عندها المومنت بتاعي زائد 6 سي، الاثنين دول مجهولين، زائد الابساي لو قلنا بكام بصفر في الكاميرا كلها فمالهاش لازمه، فبقت المعادله دي سالب 10 زائد 4 من 10 اي اي سيتا بي يعني فك القوس زائد 2 من 10 اي اي سيتا سي. طب نكمل، ده ام بي سي. طب ام سي بي بدل ما كانت سالب 10 بقت 10 بالموجب، وبدل ما 2 سيتا بي بقت 2 سيتا سي، وتعوض هتلاقي دي التصفيه بتاعتها برضه بالمنظر ده. طيب ام سي دي، ام سي دي دي فيكسد ايه؟ فيكسد هنجن. الفيكسد هي سالب كام؟ 22 ونص. ناخد بالنا من فيكسد فيكس وفيكسد هنجن، فدي سالب 22 ونص. الفيكسد هنجن دي قيمتها 3 اي على ال مش 2، يبقى 3 اي على 10 مضروب، بدل ما كانت 2 سيتا عندي زاوية بتبقى سيتا. القانون بتاع الفيكسد فيكسد مختلف عن الفيكسد هنجن، ارجع ورا تلاقوا الكلام ده مشروح عندكم بالتفصيل في الجزء اللي في الاول. طيب الكلام ده طبعا الابسايد بصفر يديني شكل ايه؟ المعادله انا وصفيها يطلع المنظر ده. في النهايه طبعا هتلاحظ ان المعادله دي، ان المعادلات دي فيها كام زاويه مجهوله؟ فيها زاويتين اللي هو سيتا بي وسيتا سي. يعني تبص على المعادلات هتلاقي يا اما في حاجه طرف واحد زاويه واحده، يا اما فيها طرف قيمتين اللي هي سيتا بي وسيتا سي. انا في النهايه زي ما قلنا من البدايه خالص انا محدد ان انا عندي كام معادله مجهوله؟ 2. طيب ناخد بالنا برضه من حاجه، ان انا في الحاله دي ام سي دي وام دي سي لازم بقى اشوف لي قصه الالتزام، بس اخد بالي بس من حاجه. طبعا الطرف الاخير ام دي سي انا برضه نسيت اقول عشان بس نقفل، ان ام دي سي هيساوي كام؟ هيساوي زيرو، لان انجل على الطرف وعلاش اي عزم، فبالتالي المومنت عندها يبقى بكام؟ بس عشان كده الدكتور ما اكتبهاش في المعادله. نيجي للالتزام بقى، هنا انت هتحتاج كام معادله؟ انا عايز اجيب سيتا بي وسيتا سي، فهنا بدل ما احتاج معادله واحده للالتزام هحتاج معادلتين. عادة زي ما قلنا المعادلتين بيبقى عبارة عن اتزان نقطة النقط اللي عندها الزوايا مجهولة، يعني اتزان نقطة بي واتزان نقطة مين؟ نقطة سي، هما دول اللي أنا بعملهم عادة يعني. فلما أجي أعمل معادلات الاتزان هتلاقي مكتوبة هنا إيه؟ السمشن مومنت عند بي، وبالتالي إم بي إيه زائد إم بي سي يساوي صفر، الاتنين مومنت اللي باتين بي، اتنين مومنت اللي بيبدأوا بحرف البي، هما دول المجهولين اللي عندي. ام سي هيبقى ام سي بي زائد ام سي دي برضه بيساوي صفر، برضه الاثنين مومنت اللي يبداوا بالسي اللي في نقطه واحده اللي هو السي شمال والسي يمين اللي هو الباك بتاعت السي بي والباك بتاعت السي دي. تمام. طيب فانا هنا اعمل ايه؟ حاجه اعوض في المعادلات اللي احنا شرحناها دي، ان والله سمشن الاتزان سمشن مومنت عند بي بيساوي صفر، يبقى ام دي اي زائد ام بي سي بيساوي صفر، وبالتالي 4 من 10 اي اي سيتا بي سالب 10 اللي هي المعادله الاولانيه بتاعت ام بي اي، واجمع عليها المعادله الثانيه اللي هي 4 من 10 اي اي سيتا بي زائد 2 من 10 اي اي سيتا سي اللي هو المعادلات اللي انا عاملهم من الاول، اساويهم بالصفر. طبعا من الحسبه دي كده هصفيها هتطلع معادله رقم 1، يعني هتصفيها بقى بالراحه كده بالرياضه تطلع معادله رقم 1. طب والطرف المعادله الثانيه برضه سمشن المومنت عند السي هيساوي كام؟ هيساوي صفر، فهيبقى عندك ام سي بي زائد ام سي دي بيساوي صفر، هتجمع المعادلتين اللي احنا شرحناهم من شويه وجبناهم من شويه مع بعض، هما دول تجمعهم على بعض وتساويهم بمين؟ بالصفر، يديك المعادله التانيه. طبعا الدكتور محمد بيحل بالرياضه بقى ويقعد يجمع ويطرح والكلام ده، انت مش لازم تعمل كده، انت المعادلتين دخلهم على الحاسبه، في النهايه هطلع قيمه سيتا بي وسيتا سي، وانت بتدخل المعادلات على الحاسبه سيبك من الاي خالص زي ما قلنا اعتبرها مش موجوده، النتائج النهائيه في الاخر هتبقى على اي، انما انت بتكتب المعاملات على الحاسبه ما تشغلش دماغك بقيمه مين؟ الاي لانها كده كده كونستنت يعني، فانت في النهايه هتطلع سيتا بي وهتطلع سيتا سي. طبعا ما يهمنيش سيتا بي وسيتا سي دول يطلعوا كام، موجب سالب وبالنسبه لي رقم، انا هنا مش بشتغل ديفليكشن، انا بالنسبه لي فاكتور هيطلع معايا عشان لما اعوض بعد كده الباك سبستيوشن اللي هو ارجع اعوض بالراجع في الارقام اللي قبل كده اقدر اطلع قيمة المومنت اللي عندي. بعد ما بخلص ارجع اعوض في زي ما قلنا في المومنتات اللي انا كاتبها دي، ادي ام اي بي ام بي سي كلهم ناقص فيهم مين؟ يا اما سيتا بي يا اما سيتا بي وسيتا سي يا اما سيتا سي وهكذا، فاعوض بقيمه اللي هي النواتج دي كلها، طبعا اعوض هنا بالقيم ارجع اطلع قيمه مين في النهايه؟ طبعا الدكتور بيعوض اهو، ادي ام بي اي وادي ام بي سي طبعا زي بعض وعكس بعض في الاشاره زي ما اتفقنا عشان نقطه واحده، والناحيه الثانيه ادي ام سي بي وسي دي برضه زي بعض وعكس بعض في الاشاره، وطبعا اي بي اللي هو المومنت اللي كان ايه ما كانش هو كاتبه في الاول بيجيبه اللي هو 1973. بعد ما جبت المومنت ده خلاص فاضل ان انا ارسم مين؟ البين مومنت دايجرام زي ما شرحناه من شويه بالظبط، ادي برضه اهو نعمله مع بعض بسرعه كده. الباكيه الاولى كان زي السي مومنت كده كانها مفصوله كده، والباكيه الثانيه هنا، وما ننساش اللي عايز يرجع يفهم ازاي بجيب الشير من الحاجات دي موجوده في الفيديو بتاع السيمنت ايكويشن، مش مرتبطه بطريقه معينه ده بشكل عام يعني، بس عشان ما نطولش هنا اكتر من اللازم يعني في الجزء ده. طيب زي ما قلنا حوالين كل ايه كل باكي عندي بحط كيرفات كده بتلف حوالين النقطه دي ايه نقطه بي
سنين بحط كيرفات بتلف حوالين النقطة زي ما انتوا شايفين كده. طيب كل اللي هتعمله هتعوض بالقيم اللي عندك، يعني ام اي بي ده اول نقطة طلع موجب 3 1 3 3 موجب يعني يلف ازاي زي ما قلنا معالم الساعة، يبقى لازم موت يبقى كده معالم الساعة. طيب التاني اللي هو ام بي اسمها ايه، ام بي اي، ام بي ده طلع سالب او موجب موجب 3 46 موجب يعني بيلف معالم الساعة 3 6 4. طبعا التاني عشان الاتزان هيطلع زيه بالظبط بس عكس الإشارة، 3 46 ناحية لي الناحية دي ده 1 17 88 بالموجب اللي هو ام سي بي. طبعا انا برسم الماوس كده بس بوضح بتعمل ايه، والناحية التانية طبعا ده صفر ملوش لازمة اللي عندي يعني. في النهاية بقى خلاص يعني رسم الرسوم قدامك وبتسطر بقى وترسم مومنت عادي خالص وتنزل السيمبل مومنت زي ما شرحنا من شوية. هنا القيمة اللي هنا يعني هنا مفيش أي أحمال فبتوصل أول ما بخط مستقيم، هنا بنزل البيل على إيه البيل على الأربعة اللي هي دي القيمة بتاعتها كانت 20. ولو عايز أحسب القيمة اللي تحت زي ما قلنا بصفيها من القيمة اللي فوق، وقلنا القيمة اللي فوق دي عبارة عن متوسط الاتنين بتوع الشغل الحالي دول، وهنا برضه هتيجي تحمل موزع بوصل على البرامج وهكذا. طبعا لو عايز زي ما قلنا أجيب هنا الدكتور بيجيب الماكسيمم بوزيتيف لو تفتكروا على الزيرو جي، يعني ساعات كمان بيحسب في الحمل الموزع قيمه الماكسيمم بوزيتيف والماكسيمم الماكسيمم بيجيبوه عن طريق الزيرو جي اللي هو ستراكشر واحد. انا مش هتابع التفاصيل دي كلها في الامتحان يعني، بس الدكتور في الكتاب بيبقى موضح كل حاجه يعني. في النهايه برسم شكل الفاينل من المون دايجرام اللي عندي. لو عايز بالراجع زي ما قلنا اجيب الرياكشنز وارسم الشير فورس دايجرام، هتلاقوا الكلام ده في الفيديو بتاع السيمنت ايكويشن زي ما قلنا بالتفصيل في اول فيديو الجزء الاولاني من السيمنت ايكويشن. طيب كده يعني احنا في الفيديو ده كده بشكل عام وضحنا ايه، يعني وضحنا ايه السلوب ديفليكشن ميثود، اتكلمنا في ايه الفيكسد اند مومنت، ايه هي معادلات السلوب ديفليكشن ايكويشن، يعني ايه فيكسد فيكسد وفيكسد انجن، وطبعا اتكلمنا ازاي ان انا اقدر استخدم السلوب ديفليكشن ايكويشن ان انا اقدر اعمل تحليل شايل لبعض الكورات كده بايه البسيطه زي ما احنا شفنا كده بالظبط. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه يعني الدكتور بيركز على الفريم اكتر في الامتحانات، هيبقى كلامنا بقى عن الفريم والفريم العادي والفي سكوير، هنفهم الكلام ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.